أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل. طبعا كلنا عارفين أنه كل ما نزلنا في البحر أكتر كل ما الفايدة من المخلوقات البحرية أكبر وأكبر. المركز القومي للبحوث بيشتغل على إنتاج وتطوير العديد من الأدوية، أخرها بعض المنتجات الدوائية الخاصة لعلاج تجاعيد البشرة وهشاشة العظام واللي تمت صناعتهم من خلال الطحالب الخضراء. صحيح، ودور المركز القومي للبحوث بصراحة دور تاريخي ومؤثر وليه عدد كبير جدا من الإسهامات العلمية. خلينا نتكلم عن هذا الأمر، هناك تفاصيل ومعلومات عن هذه المخلوقات البحرية، عن فكرة إنتاج الأدوية من الطحالب الخضراء. هنتعرف عليها بالتفصيل من الدكتور فاروق كامل الباز، أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث وأيضا باحث في مشروع إنتاج الطحالب الخضراء. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية دكتور، يعني قبل ما نتكلم عن المنتج الدوائي نفسه حابين نتكلم عن الطحالب، وإيه هي الطحالب الخضراء وهل فعلا أنه فايدة كبيرة بتبقى في الطحالب ولا لا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة عشان منورنا يا فندم. يعني الله ربنا يخليك. هو الطحالب دي يعني حاجة من المملكة النباتية، يعني زي النبات، بس هي بتتميز ان هي حجمها صغير جدا، عشان كده بنسميها المايكرو صغيرة. وفي نفس الوقت عندها ميزة كبيرة جدا، ان هي يعني الطفل في الكائنات في البني ادمين يعني بيجي بعد 9 أشهر. بالظبط. لكن الطحالب الخلية بتجيب خلية تانية بانقسام ثنائي بسيط بعد 2 ساعة. يعني خلية تدي خلية تانية بعد 2 ساعة، يعني لو عندي 1,000,000 خلية يدوا 1,000,000 تاني بعد 2 ساعة. عشان كده هي أهميتها في سرعة انقسامها. وبعدين بتنتج مركبات هامة جدا، مهمة بالنسبة لنا عشان نعمل منها مركبات يعني مفيدة جدا في علاج بعض الأمراض. فمصر دايما زي نعم أمراض زي إيه؟ أمراض مثلا زي في حاجات الأمراض الجلدية، يعني الهالات السوداء اللي حوالين العين، التجاعيد اللي حوالين العين لما الناس بتكبر بتبتدي تظهر، فدي في مستحضرات طبية ظهرت جديدة بتشيل الكلام ده. زي مثلا بيطلع منها مجموعة مهمة جدا من الأدوية بنسميها مضادات الأكسدة. الأكسدة اللي بتحصل جوه الجسم، بناخد الادويه اللي طالعه من الطحالب دي بتطلع حاجه اسمها الانتي اوكسيدانت، مضاده للاكسده. ايضا في بعض الحاجات يعني لما بعض الناس لما بتكبر او اللي عندهم سكر بيحصل عندهم هشاشه في العظام. لما العظم بيبقى هش لو وقع ولا جرى له حاجه ما بيلحمش. فمركبات الطحالب الطحالب بيطلع منها مركبات بتعالج الامر ده خلال شهر. تاخد منها ادويه تعالج الهشاشه دي، بترجع العظم لحالته الاولانيه، بعدين يبتدي يلتئم يلحم تاني. لان العظم الهش لا ينفع، ما ينفعش يركب فيه مسامير ولا شرايح ولا اي حاجه لانه هش. لكن لما بناخد العلاج بتاع الطحالب ده بنقدر نرجع العظم لطبيعته. في مركبات طالعه كتيره جدا من الطحالب لعلاج بعض الامراض زي السرطان. وفي الشان ده احنا كنا طلعنا مركبات مضاده للسرطان بالتعاون مع كليه الطب جامعه القاهره مع استاذي الدكتور جمال عصمت، ودي حاجات في دور التسجيل دلوقتي. فالطحالب بيطلع منها مركبات كتيره جدا، يعني كل يوم بيطلع حاجه، ودي حاجه لها بيبقى لها قيمه اقتصاديه كبيره جدا. يعني احنا كنا درسنا زمان قبل كده انه السمكه نفسها يمكن دي اقل فايده، الفايده الكبيره قوي بتبقى موجوده في الطحالب. ليه الطحالب يعني ما بتدخلش في صناعات تانية غير الادويه؟ ليه ما بناكلهاش مثلا؟ هي الحقيقه احنا شغالين على الموضوع ده من السبعينات. وبعدين بناخد طبعا مشروعات، فاخر مشروع كنا واخدينه من الاتحاد الاوروبي.
وكان ليه هدفين. الهدف الاولاني ان احنا نعمل منه حاجه اسمها الوقود الحيوي. يمكن حضراتكم سمعتوا طبعا عن المؤتمر اللي كان في شرم الشيخ، وكان عشان التلوث البيئي وارتفاع درجه حراره الكره الارضيه، فعشان نطلع منه الوقود الحيوي، لان مصر من اهم الدول اللي الظروف الجويه على مدار السنه كلها بتناسب نمو الطحالب. والحاجه الثانيه ان احنا بنطلع منها المركبات الصيدلانيه دي. فده موضوع الحقيقه يعني العالم كله مهتم بيه دلوقتي، ويعني كل يوم في جديد بالنسبه للموضوع ده. ايه اللي بيميزنا احنا كمصر عن العالم في القصه دي؟ الظروف الجويه. كويس. الظروف الجويه على مدار العام مناسب جدا. رغم التغيرات المناخيه؟ رغم كل حاجه. يعني هو احنا دلوقتي جايبين سيستم من انجلترا من خلال مشروع الاتحاد الاوروبي ده، بنقدر نربي فيه الطحالب على مدار العام. الاول كنا بنزرعها الحقيقه في احواض بنسميها الاوبن بوند، مفتوح، لكن هي برضو زي ما ليها ميزه لها عيب. عيبها ان هي بتبقى بتمتص الملوثات الموجوده في الهواء، ومصر نسبه التلوث فيها عاليه. فابتدوا يعملوا نظام تاني اسمه المفاعلات الضوئيه الحيويه، عباره عن بدل ما بنربي في حوض مفتوح بنربي في انابيب ازاز، بنقدر نتحكم في درجه الحراره الموجوده فيها، وبالشكل ده ما بتتعرضش للملوثات، فبتطلع حاجه نقيه يمكن ان احنا نستخدمها في صناعه الادويه. بس في الادويه، لكن يعني ممكن الادويه ومستحضرات التجميل وخلافه، لكن ما نقدرش يعني نطور عن كده. لا ممكن التصوير شغال، على التصوير دي عمليه مستمره. فاحنا كل يوم يعني الاول لما كنا بنعمل بحوث عشان ندرس تاثير الطحالب دي كنا بنستخدم مستخلص الطحالب، لكن لما حصل تطوير في الاجهزه بنقدر ندخل على الطحالب ده ونصر منه مركبات نقيه، وهي دي اللي بتحدث التاثير. يعني مثلا تلاقي في الهشاشه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه، ده في مركب بنسميه ذا كينج اوف انتي اوكسيدنت، ملك مضادات الاكسده، اسمه الاستازانسين. ده ما اتفصلش الا بعد شغل مده طويله لغايه ما بقى في اجهزه بتفصله من الثحلب، وبالتالي بنقدر نستخدمه هو لوحده. الاول كنا بنستخدم مستخلص مش عارفين التاثير راجع لايه، لكن بالتطوير قدرنا نفصل المركب ده، وده مركب غالي جدا يعني. طب في مركبات كيميائيه بديله موجوده في الاسواق نقدر من خلالها ان احنا يعني نعالج مشاكل البشره والشعر؟ حضرتك عارف ان الانسان عامه عايز طول الوقت يبقى صغير، عايز يعيش اطول فتره ممكنه، فهل في بدائل كيميائيه موجوده في الاسواق دلوقتي؟ ايوه يا فندم، احنا الحقيقه طلعنا 8 مركبات من الطحالب. احنا عشان نطلع، احنا كجهه بحثيه حكوميه ما بنقدرش نسجل في وزارة الصحة. فأنا بجيب شركة من الشركات الوسيطة اللي موجودة في السوق، وهي بتتولى عملية التسجيل. التسجيل بيتم في وزارة الصحة أو في هيئة سلامة الغذاء والدواء. فبياخدوا الحاجات دي وبيعملوا الأوراق اللازمة ويقدموها للوزارة. تمام. بنقعد فترة شوية قصيرة طويلة عشان ناخد عملية التسجيل. إحنا سجلنا من الثمانية لغاية دلوقتي طلع مركبين في السوق، هم خاصين بعلاج البشرة. أنت عارف حضرتك لما الرجالة أو الستات بسنهم أكبر شوية بيبقى فيه حوالين تجاعيد أو هالات سودة أو في الأماكن الحساسة. فإحنا طلعنا مركبين موجودين في السوق دلوقتي، واحد اسمه الدونادير، والتاني اسمه الثاني اسمه هيماتوديرم. الاثنين دول وظيفتهم ان هم بيشيلوا التجاعيد، بيعالجوا هذه التجاعيد، ايوه، ويشيلوا الهالات السوداء اللي حوالين العين واي اماكن حاسه في الجسم. خلال اسبوعين بيكون الكلام ده اختفى. وهي بس بالنسبه للجهات الحكوميه، احنا كمركز قومي للبحوث
بناخد شويه وقت، لكن القطاع خاص بيبقى بسرعه شويه عننا عشان احنا لسه مبتدئين الموضوع ده جديد، فتم تسجيلهم موجودين في ده الموضوع ده يعني فعلا دي صناعه، ده فلوس كتيره جدا جدا، العالم كله بيستفيد من الحاجات دي، وشركات اصلا مبنيه على الكلام ده، انه كريمات تفتيح البشره وعلاج التجاعيد والحاجات دي كلها، في دول قايمه على الكوزماتكس دي او الحاجات ليها علاقه بالجلديه. ايوه، هو الحقيقه المثل المركبات اللي طالعه من السحالب دي إن هي كلها مركبات طبيعية، مفيش فيها أي كيماويات. تستخدميها وأنت مطمئنة تماما. تدهني مرة الصبح ومرة بالليل حوالين العين، أسبوعين بتكون الكلام ده كله اختفى. فدي حاجة الحقيقة يعني نعمة كبيرة من ربنا، إنك أنت الشكل بيرجع تاني، عشان كده بيسموها إيه؟ الأنتي إيجينج كريم. يعني حاجة ضد تقدم العمر، ضد الشيخوخة. طبعا غاليه مش رخيصه يعني. طبعا. عشان في الاول، بعد كده شويه لما العمليه يعني تنتشر السعر هيبقى ممكن انها يعني ترخص، والسعر كمان هيكون احسن. صحيح. على خريطه الوطن المصري بتوجد فين هذه الطحالب الخضراء؟ هقول لحضرتك، احنا بنعزل طحالب اسمها الفريش ووتر، الميه العذبه. دي بنعزمها يا من التربه يا من ميه النيل. اي مكان في النيل، في اي حته في النيل، اي حته بتاخد عينات وتنميها في المعمل لغايه ما تشوفها تحت ميكروسكوب، تاخدها وتكبرها. لكن في معامل ثانيه، في طحالب ثانيه بنعزلها من الميه الملح، زي مثلا في ملاحات الفيوم بنعزل الطحالب دي اسمها الهيماتوكوكس، بنعزلها من الملاحات الموجودة في الفيوم، الملح بناخدها لأن هي بتقدر إن هي تنمو في الظروف الملحية، وبعدين وهي نامية في الظروف الصعبة دي بتكون مركبات مهمة جدا عشان تحافظ بقى على حياتها، فبنعزلها من هناك، بنجيبها من هناك وننميها في المعمل ونكبرها بقى مزارع أكبر وأكبر لغاية المزارع الموجودة عندنا دلوقتي حوالي 20,000 لتر. نقدر ان احنا نربيها وبتكون كويسه الحمد لله. طب دكتور، حضرتك اتكلمت على مركبين بالفعل تم تسجيلهم، بالظبط، هل هم موجودين في الاسواق دلوقتي؟ نعم، هل هم موجودين في الاسواق دلوقتي؟ يعني احنا كمان عشان ننتج المركبات دي بنعمل حاجه اسمها دراسات الجدوى عشان نشوف، يعني تم انتاجهم بالفعل، موجوده في الصيدليات المصريه وبالاسامي التجاريه دي. وانا الحقيقه كنت جايبها معايا بس يظهر ان هي بره، وموجودين في السوق يعني في عبوات مناسبه، والناس يعني لما بنعمل معرض، احنا عملنا معرض مرتين تبع اكاديميه البحث العلمي وزاره البحث العلمي، وبناخد معانا المنتجات دي، الطوابير بتبقى على المنتجات دي كتيره جدا طبعًا. اكثر من المركبات الثانيه، لان اكيد طالما صناعه مصريه ارخص بكتير من الحاجات الثانيه اللي موجوده. بالظبط كده، بالظبط كده. في 6 مركبات ثانيه عرفنا ان هي لسه في طريقها للتسجيل، ابرز ملامح هذه المركبات ايه؟ نعم، في 6 مركبات ثانيه غير الاثنين دول لسه ما تسجلوش. لا، هم جاري تسجيلهم. ايوه، يعني هم موجودين دلوقتي عشان هم بس عشان حضرتك تسجل مركب، يا اما بتعمل دراسات اكلينيكيه على البني ادمين، يا اما تجيب مركب زيه يكون تم تسجيله بره في الخارج، فبيسجلوه اسوه لده. فالمركبات الثانيه متقدمه بقى لها حوالي 4 أشهر، بياخدوا وقتهم عشان يسجلوا. بتساهم في علاج ايه بقى ولا بتشتغل؟ هقول لحضرتك، منهم حاجات كبسول وحاجات باودر، يعني عشان خاطر الظروف تسمح ياخد ده وياخد ده. الكبسول ده بيستخدم لعلاج تليف الكبد. تليف الكبد ده من الامراض الخطيره المنتشره في الريف المصري عشان الميه. بعد شويه التليف ده لا قدر الله بيقلب السرطان، فلازم تلحق تعالجه التليف،
يعني عشان يرجع الكبد لحالته، لان الكبد ده عضو من الاعضاء المهمه جدا في جسم الانسان، فلازم تحافظ على صحته، فلازم تلحق تعالج التليف ده. بتاخد الكبسولات بتاعته وثلاث مرات في اليوم لمده 3 4 اشهر بيرجع الكبد لحالته. بس هي النقطه ان الكبد لانه عضو حساس فبياخد وقت شويه في التسجيل. بعض الحاجات الثانيه انا قلت الهشاشه، بعض الحاجات الثانيه الهالات السوداء اللي قلناها دي برضه فوائد كثيره يعني موجوده، حاجات كثيره بس الكريمات بتاعت العين والحاجات دي سهله فبتخلص التسجيل بتاعها بسرعه. صحيح. الامراض الثانيه لازم تتجرب. صحيح. على كل حال يعني فوائد كتيره جدا موجوده من الطحالب، ومبسوطين انه في انتاج ابتدى يبقى موجود لفوائد هذه الطحالب موجوده دلوقتي في الاسواق المصريه لعلاج يمكن زي ما قلنا التجاعيد والهالات السوداء وبعض الامراض المستعصيه زي هشاشه العظام، وزي ما حضرتك قلت انه في دراسات بتتم على تليف الكبد ويعني السرطانات في المستقبل. كل الشكر ليك على وجودك معنا دكتور فاروق كامل الباز، استاذ الكيمياء الحيويه بالمركز القومي للبحوث والباحث في مشروع انتاج الطحالب الخضراء. شكرا جزيلا. جزيل الشكر. كثر خيركم. ميرسي قوي. ميرسي لحضرتك.